يقول: وما نوع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في سورة النصر عندما فسر آيات السورة بقرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا واضح من السورة: يا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. كان صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ونزول هذه الآية كان يكثر من الاستغفار، عملا بهذه الآية وترقبا للأجل. نعم.